يا اخي فسرونا التداخل السياسي في الرياضي. تعرف لا علينا حرام عليكم مش بيه. تعرف ايش قالوا فيفا تو ستوبور في اوروبا ستوبور ما عاشوهاش قال لك الاخر فهمتي ما شافوهاش ما شافوهاش ما شافوهاش قانا كيفاش ضربت اسرائيل قانا سيتو قانا صبرا وشتيلا العراق معناها الناس الكل مشات للملجا مشاو الملجا ولاد وصغار قنبلتهم امريكا قتلتهم فهمتي ولا ليبيا كيفاش عملوا لها ديك الناس الكل توا ما شافوهاش توا ولات ستوب وور والناس وكلهم انا ضد الحرب ولكن الحرب هذه عندها اسبابها بوتين مش ضد اوكرانيا بوتين والناتو بوتين والحلف الاطلسي قصه اخرى دونك انا اللي يغيظني اللي الناس الكل نتعاطفوا مع الشعب الاوكراني ما عمري ما قلت معليش ما تعاطفناش مع اطفال قانا علاش ما تعاطفناش مع 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 اطفال بغداد اللي مشاو تخباو في الملجا وضربتهم امريكا بصاروخ جديد علاش ما تعاطفناش في وين في سوريا مش لازم حتى العرب افغانستان لا خلينا احنا عرب خلينا نتكلم على العرب خاطر توا سوريا حضاره انسانيه مشات حتى التركيبه السكانيه فتقوها هذي الكل ما شافوهاش ما عاشوهاش تو الناس الكل العام تذكرش بوتريكا كي هز مريول وعاقبوه شو صحيح تعرف عليه تو الامور هذه غزة اوكرانيا ولا قال لك شاف ليه شاف دوغير هو اخونا وصديقنا ماكرون جاتو على الطبق عنده انتخابات فات الحكايه كل يوم معناها تو اليوم عمل ساعه ونص مع ابو علي بوتي ساعة ونص يتكلموا فيها دونك الامور خلى الانتخابات كذا ومش ينجح في الانتخابات بفضل خاطر فرنسا وليس هو الدار الشيخ فرنسا خاطر هي رئيس الاتحاد الاوروبي دونك بوليفالون قلت لك بوليفالون ليس هو الدار الشيخ فرنسا خاطر هي رئيس الاتحاد الاوروبي دونك بوليفالون قلت لك بوليفالون كلمة شوية متسرعة قال لك باش ينجح في الانتخابات لا مش ينجح لا نجح لا لا ماكرون نجح في الانتخابات انت وبوتين لا 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 خلينا في الكورة على كل السياسة على كل حال انا شو وقت قال تو جوابه على 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 السؤال قال شنو هو مكانين الفيفا واليوفا اذكيين ما قالوش لاسباب سياسية واش قالوا لاسباب امنية خاطر كان قالوا اسباب سياسية باب جهنم يتحل خاطر ما تقولوا انتم نفرقوا نتبع فيهم نتبع فيهم الكل لا لاسباب امنيه نجم كيما خذوا القرار الاولاني نقل المباريات خارج روسيا لا. ولو انه الحرب مش في روسيا لا هما حلال شو امبارح فما مسابقه نتاع الناسكار في سان بيترسبورغ صارت الكورسه وعلاش الشامبيونز ليغ هزوها لساد دو فرنسا علاه في مو فرنسا في مي فرنسا